من لبنان إلى العراق، حيث بدأ المحتجون في المشهد العراقي التوافد على ساحة التحرير في بغداد، وذلك للتنديد بالاعتداءات على المحتجين في جسر السنك وساحة الخلاني. يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية إن مهمتها هي حماية المتظاهرين السلميين مهما كانت أعدادهم، وكشفت عن فتح تحقيق في الأحداث التي وقعت بين محتجين وعناصر مسلحة في بغداد وأدت إلى مقتل 17 شخصا في هذه الأثناء. أعلن الجيش العراقي نشر قواته في ساحة الخلاني ببغداد والمناطق المجاورة لها لحماية المتظاهرين. وكان التيار الصدري في العراق قد أعلن عن تعرض منزل زعيمه مقتدى الصدر في مدينة النجف لهجوم بطائرة من دون طيارة، وأفادت مصادر عراقية بأنه لم يكن داخل منزله وقت هذا الهجوم، فيما توافد أتباعه إلى منزله لحمايته. وكان الصدر من أوائل المطالبين باستقالة حكومة عادل عبد المهدي مع بدء الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأخيرة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد دكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطنية. يا دكتور حسين، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا، مرحبا. أبدأ معك بالحديث عن آخر التداعيات الخاصة بالاعتداء على المحتجين العراقيين في جسر السنك وساحة الخلاني، يعني الدلالة في ذلك. يعني شيء مؤسف أن نجد أن هنالك جماعات مسلحة وميليشيات تقوم باستهداف المحتجين الشباب، وهؤلاء الشباب هم ليس لديهم شيء إلا أن يرفعوا الإعلام العراقي ويرفعوا شعارات و أصوات تنادي بوحدة العراق وبقوة العراق وبكرامة، وبالتالي لاحظنا أن هذه الميليشيات قامت باستهداف هؤلاء الأبرياء المحتجين الشباب الذين هم أسقطوا الحكومة، والآن لديهم مسارات جديدة في الضغط على البرلمان من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات بعد إقرار قانون المفوضية الذي لدينا بعض الملاحظات عليه، لكن على الرغم من كل ذلك هو انتزاع كبير من القوى السياسية التي حكمت البلاد على مدى 16، وهذا بالتالي تطور نوعي جديد بأن يستهدف المدنيين الأبرياء العزل من المحتجين، وهذا لابد أن تقوم الحكومة العراقية المستقيلة بمسؤوليتها الأمنية من خلال القوات الأمنية العراقية التي عهدنا بها أن تحافظ على أمن العراقيين كما هي وظيفتها الأساسية توفير الأمن، وبالتالي هذا تحدي امام القوات الامنيه. والغريب كذلك ما حصل انه نشر اليوم على موقع الخاص بصالح العراق الذي يعود للسيد مقتدى الصدر ومتابعيه بان هنالك استهداف لمنزله في الحنانه في النجف الاشرف، وهذا يطور كذلك للاسف شيء ويهدد الامن والسلم الاهلي، كون السيد مقتدى الصدر له رديه كبيره في المجتمع العراقي وله جمهوره وجمهور التيار الصدري. طيب بما ان حضرتك يعني تطرقت لهذا الامر تحديدا، يعني هناك بعض التحليلات السياسيه التي تقول ان هذا الامر او هذا الهجوم ربما سيكون له الكثير من السلبيات والتداعيات السلبيه الخاصه تجاه المشهد العراقي في الواقع القريب والعاجل، يعني بالأحرى تؤيد هذا الطرح أم أن هناك يعني بعض الأمور الأخرى التي ربما تقيد هذه الأمور السيئة أو ردة الفعل المنتظرة من مقتدى الصدر؟ أكيد السيد مقتدى الصدر وأتباعه يدركون أهمية السلم الاجتماعي وهم غير مستعجلين بالرد بصوره مباشره، وانما يسعون الى ان يكون الرد من خلال الحكومه والمحليه والحكومه الاتحاديه ومؤسسات الامن، ولا بد الان المؤسسات الامنيه تعمل على تقليل هذه الظاهره وثنايا هذا الهجوم على منزله على منزل السيد مقتدى، وكذلك النظر للسلم الاهلي لحساسيه الموقف، يعني حساسيه في اطارين، الاطار الاول انه منزل سيد مقتدى الصدر وهو زعيم ديني
كبير للتيار الصدري، وهو يقود التيار الصدري منذ 2003 ولغاية الآن. وكذلك بالمقابل هو في محافظة مهمة واستراتيجية مثل محافظة النجف الأشرف التي فيها مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك بالمقابل المراجع الدينية العليا في النجف الأشرف متواجدة في مقدمة السيد علي الشتاني. وبالتالي هذه الواقعة لها تأثيرات كبيرة على السلم الأهلي وعلى الاستقرار، وذلك على ما يبدو رسائل كثيرة في عملية الاستهداف، لكن التحقيق لحد الآن لم ينتج عن أي طرف أو لم يصدر عن أي طرف في أنه يتبنى هذا. ما زالت هذه العملية غامضة في مدياتها المحلية وكذلك مدياتها الخارجية داخل المجال الجوي لمحافظة النجف، كونها في طائرة مسيرة، وتعلمين الطائرة المسيرة لديها أبعاد وامتدادات صحيح وترددات، وبالتالي لابد أن يدقق تدقيق وتحقيق استقصاء ممتاز من مهندسين جيدين حتى يعرفوا من أين مصدر هذه الطائرة. ربما يعني العراق الآن ينزف يعني بشكل كبير جدا من كل هذه التبعات في الواقع الميداني من أحداث سياسية، والكثير أيضا يحلل ويقول بأن هذه الأحداث ربما تكون مختلفة بشكل كبير عن أي أحداث أخرى متوترة شهدتها الساحة العراقية. إذن يعني كل هذه المناوشات التي تحدث في الواقع الميداني العراقي إلى أين تتجه؟ نعلم جيدا أنه سؤال ربما يكون سؤال مفتوح، ولكن يعني نريد أن نحدد بعض المعالم الرئيسية الموجودة داخل الخريطة التي تشهدها العراق الآن في الواقع الميداني. دكتور حسين، يعني أكيد في إطار حل الثراء الآن على السلم والاستقرار في بغداد وفي المدينة، لابد الآن بدأ ينقص الخطر، يعني وبدأت مؤشرات الخطر تتضح شيئا فشيئا من أن هنالك جهات للأسف خبيثة تريد أن تجر العراق إلى حرب أهلية وتجر العراق إلى صراع شيعي شيعي، ومن ثم يتحول إلى صراع في البلاد بصورة مباشرة، وهذا ما يجعل الأمور تأخذ مسارات صعبة ومسارات غير جيدة، وبالتالي قد يتهدد الأمن والسلم الأهلي. هنا العقدة وهنا النقطة القاتلة التي قد تكون لعمليات الاستقرار الذي يعيشه العراق، رغم حالة التشدد السياسي والاضطراب السياسي بعد استقالة الحكومة، وكذلك بعد خسارة أكثر من 400 شهيد من الشهداء المحتجين، وكذلك وصول عدد الجرحى إلى 20,000 جريح، وهذه أرقام كبيرة وكأننا في حرب، ونحن ليس في حرب، نحن ما زلنا في بداية المشوار عملية انتزاع إلى الشعب العراقي. من يملك يعني مفاتيح الحل في العراق؟ أكيد الذي يملك مفاتيح الحل هي أطراف متعددة، في مقدمتها قد تكون المرجعية في النجف الأشرف والقوى السياسية العراقية، وكذلك بالمقابل الشباب الذين ظهروا الآن بقوة واقتدار في الشارع العراقي وغيروا من اتجاهات القوى السياسية العراقية نحو نزع الحكومة وصحتها الشرعية، وكذلك اسقاطها بعملية استقالة رئيس الحكومة وحكومته، وبالتالي هم الفاعلون الأكثر تأثيرا في هذا الموضوع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني، حدثتنا هاتفيا من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك.